يلا ابي عصام الله يرضى عليك. يلا يا ابي عم غير مي للعلق. يلا يلا يا بيلا. لك انا ما قلت لك روحي دوري له على عروس؟ بلا قلت لي ابن عمي. ليش مبردي قلبك؟ روحي دوري كل بيوت الحاره واللي بتعجبك دغري لبسيها. انا اكثر من هيك ما عاد استنى. فهمتي عادليه؟ فهمت ابن عمي فهمت. ما بدي اسمع منك كلمة نسيت وما فضيت. شو عم بفهمك؟ امرك ابن عمي امرك. يعني ما كان يفهم هذا الزلمة انه ابنه بحبه وبده اياها؟ شو شغلة على كيفه؟ يعني شو ساوي بحالي؟ انا ما دخلني هاي الحارة قدامي، فوتي بيت بيت والبنات اكتر من الهم على القلب. بس لازم تعرفي انه ما حدا رح يعطيكي من عنده حبيبتي. يو وليش بقى؟ ليش بقى؟ لأنه كل الحارة بتعرف قصة ابنك مع بنت أبو عصام. بقى ما حدا رح يلحش بنته مع واحد معلق قلبه مع دلال ويعذب بنته مع ابنك. يعني معقول الحكي يا أمسكي؟ روحي شوفي واسألي الناس على ابنك اللي رايح جاي لبيت أبو عصام وعم يوقف تحت الشبابيك مشان يشوف خيال دلال ويسلم عليها. تجيني ضربة عليه؟ لا إن شاء الله بتجي 100 ضربة لجوزك أبو راس مطخي، لأنه ما كان يزوق على حاله ويجوزه وياها. طيب امسكي الله يخليك ساعديني، خلينا نشوف له وحده تانية. لا لا حبيبتي بدك ما تواخذيني، انا ما بقدر اروح معك ولا لبيت لانه ما بدي زعل سعاد خانم مشان حضره جناب جوزك ويباسه راسه. طيب خلينا نجرب نروح لبيت ام خاطر مشان امسكي. بيت مين تقبريني؟ بيت ابو خاطر. ما رح تستفيدي شيء لانه اول تقليعه رح تاكليها من ام خاطر وسعاد. يو ليش بقى؟ لأنه حبيبتي خيرية محكي بأمرها لابن أبو عصام. يا ربي ليش هيك مسكر أبو الشي؟ لك شبك شبك مسكر مخيك ما عم تفهمي علي. بإذن الله دلال لإبراهيم وإبراهيم لدلال. يا ربي يعني ما عاد في بنات بكل الحارة؟ خلاص سكرتي أبو الشي؟ والله هيك قالت لي امزكي مباري. وإذا قالت لك هيك امزكي أنت ما بتروحي لعندهم وبتتأكدي من كلامها؟ قولي اليوم بتروحي وبتلفي الحارة بيت بيت، ما بدي اياكي ترجعي فاضية. فهمتي ولا ما فهمتي؟ خلاص فهمت فهمت يا رجال. لنشوف اليوم شو بيصير معنا. معناتها مزبوط حكي امزكي. ليش ما بتعرفي؟ لا والله ما بعرف. لكن ليش لهلا ما صارت الخطبة الرسمية؟ يعني ما بتعرفي شو اللي صار؟ شو عاملة حالك جد بعدلية؟ شبكي؟ والله محتارة يا أم خاطر. لا تحتاري ولا على بالك، بنات الحلال كتار بالبيوت مستورة. بس أنا بدي خيرية يا أم خاطر. صعي لسه ما حدا وإجا وطلبها. بس يا أختي والله محكي بأمر هالبنت. يو هلأ أنت متأكدة؟ والله هذا الحكي سمعته من تنفريال. خلاص عدلية حاشني علي، قلت لك ما في نصيب. هلأ معتز أحسن من إبراهيم؟ هلأ أحسن ولا مو أحسن؟ خلاص شو جواز بالزور؟ لك لا مو بالزور، بس على القليل عملي لي شوية قدر وقيمة. يو نحن لازم نوقف مع سعاد. شو يعني؟ إذا وقعت العنزة بيكتروا السكاكين على رقبتها؟ إيه والله عيب علينا. إيه والله أنا بحبها لسعاد، بس يا أختي خايفة ينخرب بيتي. جوزي عقلاته صعبين وراسه يابس، وإذا حتى معلى شغلة بده يعملها لو كل الناس زعلت منه شو أعمل؟ الله يصلحه. دايما على القهوة. صحتين وهنا. وانت ان شاء الله الله هيك بيركز له عقلاته وبيهدي لك اياه يا رب. ان شاء الله يا رب. يلا عن اذنك توبري. اهلين وسهلين. شو رايك ام عبدو بهديك القماشه؟ حلوه بس يلي قدامها احلى. اني من هون هي السوداء اللي معرقه. معك حق، بس هديك ما بتلبق لها لفاديه لانها سمره، وهيك قماشه بدها وش ابيض. يا ابني يا ابني. يو اشبو ما عم يرد علينا. يا ابني رد علينا. نعم خالي نعم. إذا سمحت ورجيني هديك القماشة. أني منهم هاي؟
لا اللي جنبها. تفضلي. شو رأيك ام عبدة؟ حلوة بس بتعرفي خايفة اشتريها وما تعجبها. شو رأيك ان اجيبها شو بدك تكون احسن؟ حلوة بتختارها انت منهم ما بتزعل. يو ليش هيك عم يتطلع بالبنت ويضحك معها؟ امشي ام عبدة امشي، قال اجينا لعنده لانه سمعته بالسوق طيبة. امشي اخذ راحته لانه ابوه مو هون. امشي امشي جيل الله يعافينا. ليش هيك واقف؟ ما ترجع القماش لمطرحه؟ حاضر يعني حاضر. كان بيت ابو خاطر مخطبين بنتهم خيريه لمعتز بدون ما حدا يطلبها. اي والله يا رجال. بيت مين لكان اللي فتي لعندهم؟ رحت لبيت ابو مرزوق الخضري. ايه شو قالوا لك كمان؟ قال لسه بكير على بناته. اي شو الحاره متامره علينا وما حدا بده يعطينا يعني؟ لسه في بيوت كتير ما رحت لعندهم ابن عمي. مثل مين؟ بيت البغجاتي وبيت المبيض وبيت الفواخيري وبيت جارنا الفران. لا اوعك فوتي كل بيوت الحارة الا بيت ابو بشير لا تفوتي له. الله يرضى عليكي. ليش ابن عمي؟ ما بدي ناسبه. مثل ما بدك امرك. يعني هيك احسن؟ طول بالك علي يا رجال. انت اسكتي. حاضر. بدي افهم انت شو اخذك على الحارة؟ طلبتك بالدكان ما لقيتك. احكي وين كنت؟ كنت عم جيب الغداء يا بي. لقيت ايامي قايمه بالحاره. ايه ما احسن تتركها. شو بدهم يقولوا عني يا بي؟ هرب وترك اهل الحاره لحالهم بالخناقه يعني؟ انت قد هيك شي ولا رجال عن حق وحقي هربيت؟ انت بدك تخالي محل انت؟ ليش بني ادم يا مو؟ شو مالي رجال يعني؟ خلاص امي طول. اولياء على كسرتكم من زمان عملوها. صدقيني لو ما لميت لك اياهم من بيوتهم وحده وحده ما كنتي شفتي حدا منهم. يا ليش مين جاب فكره الزياره؟ الصراحه والله انتي شفتي شلون انك دائما بالقلب ام بشير. تسلمي. مو مثل بعض جماعه ما بيتذكروا حدا. ومين هن الجماعه دخلي؟ بتعرفيهم ام زكي؟ يو يعني مو حضرتكم انتو التنتين؟ ايه اسكتي اسكتي يلي بيسمعك بفكرنا انه نحن نسيناكي. يا ميت اهلا وسهلا فيكم. فيكي تقبريني وبقامتك وبصحتك. ام ابراهيم شايفتك مو على بعضك، خير فيكي شي؟ احكي لك اختي فشي قلبك. لا ما فشي بس متضايقة شوي. خير عدلية خانو؟ احكي لنا فشي قلبك، شو اللي مضايقك؟ يعني ان شاء الله متضايقة لانه ما حدا عم يعطيها بنته لابن ابراهيم. مو هيك عدلية ولا انا كذابة؟ لا مالك كذابة. انا بنصحك تقيبي من بالك جوازة ابراهيم من غير دلال، لانه بده يجعك راسك من القال والقيل وتشعي الفتيل. اي والله والله لينحرق قلبه على دلال. صدقوني يا جماعة انا ما بدي غيرها بس. بنعرف بنعرف مشان هيك نحن عم نقول لك لا بقى تروحي لعند حدا، لانه ما حدا رح يعطيكي لو تطرقي راسك ميت حيط. يلا هالحالتين جوزي ما عاد فتح لي سير ابنه. ايه بيكون احسن مو هيك ام زكي؟ معلو لك وانتي طنشي كمان. هدى تعي عبي لي كاسه تانية خالتي. يا جماعه مو ملاحظين انه نحن مقصرين مع ست سعاد؟ لا انا من جيتي عم زوره بس مو كتير. مو بس مقصرين نحن نسيناها بالمره. ايه والله نسيناها ونسينا سهراتها. طيب ليش؟ والله مالي عرفانه شو بدي اقول. شو بدك تقولي؟ احكي ست شهيره ليش مستحيه؟ صراحه نحن بعدنا عنها بعد ما اتطلقت. يو وشو ذنبها؟ وليش نتركها؟ تصوروا اذا صارت شغله مع وحده منا، يعني لازم ننساها وما نعود نسال عنها؟ كلامك مزبوط عدليه خانو،
نحنا ما بنقدر نتحرك دون إذن رجالنا، هيك ربينا وهيك أهلنا علمونا وهيك رجالنا بدهم. وأنا هيك كنت بدي أقول. الحمد لله أنا لا عندي رجال يأمرني وين ما بدي بروح ولا بسأل على حدا. إيه بس هذا ما بيمنع ناخذ إذن من رجالنا ونروح نزورها، بتضل سعاد خانم مثل أختنا. شو قلتي أم زكي؟ إمتى ما بتكون أنا جاهزة.